كل سنة وانتم طيبين، ودايما في رمضان متجمعين مع الكنافة والخشاف وقمر الدين اللي بنحبهم كلنا كبار وصغيرين. وطبعا بعد الفطار مستنيين فوزير كوكو دادا للناس الحلوين. اسمع وشوف الفزورة مرتين واختار إجابة واحدة صح مش اتنين. الفزورة عن أكلة أو مشروب بيحبوا الصايمين، أو مناسبة معروفة أو شخصية من الفنانين. اضحك وافرح واوعى تفكر، استمتع بالمشروب اللي زي السكر، في الحر يروي عطشك سائع ومشبر، هتشرب منه كوباية واتنين ويمكن اكتر، يهدي اعصابنا ويشيل التوتر، بس ما تنسيش تنقعيه نص ساعة مش اكتر. اسمع وشوف الفزورة مرتين واختار اجابة واحدة صح مش اتنين. تمر هندي، صوبيا ولا كركديه؟